طيب خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن القصة من دكتور أمال حسان. صباح الورد. صباح الفل يا باشا. إزاي حضرتك؟ تمام. عايزين نعرف بقى القصة كاملة، إيه اللي حصل فيها؟ أنا طبعاً في الأول أنا مبسوطة جداً إن أنا معاكم، ده شرف كبير لي يا حبيبي. إحنا أسعد. إحنا أسعد. أنا كنت في المستشفى عادي، فوجئت بواحدة قدام البنك الإقليمي قاعدة، لفت انتباهي ليها ان هي كانت تبكي بحرجة يعني، فروحت لها واتكلمت معاها عشان اعرف مالها في ايه، فحكت لي وقالت لي ان هي محتاجة ان تجيب الدم ده، وان هي راحت سألت في البنك بتاع المستشفى وما لقيتش، ورحت البنك الاقليمي، فالبنك الاقليمي قال لها لازم الفيزا عشان تسدد مستحقات الدم يعني، وهي ما كانش معاها فيزا. بس فانا حاولت اهديها الاول واتكلمت معاها وهديتها الاول، وبعد كده قلت لها طب ممكن تستنيني انا هجيب الفيزا بتاعتي واجي. وبالفعل رحت جبت الفيزا بتاعتي وجيت، وجبت لها الدم اللي هي عايزاه وبس، وقفت معاها وشكرتني وقلت لها محتاج حاجه تانية، قالت لي لا، وهي مشيت وانا مشيت. طب انت يعني هل المواقف دي بتبقى او انت بتتعرضي لهذه المواقف يعني كممرضه وكواحده بتعمل في المجال الصحي، يعني هل ده اول مره تتعرضي لموقف زي كده، وبيبقى رد الفعل شكله عامل ازاي؟ احنا دايما كده في المستشفى، لان اولا احنا هدفنا في المستشفى كلنا ان احنا يعني نبقى واحد ونساعد بعض، واصلا يعني احنا كتمريض تعودنا ان المهنه دي رساله اكتر من ان هي وظيفه، وان احنا لازم نساعد بعض ونقف جنب بعض، دي دورنا في الاساس يعني. فاحنا المستشفى عامه كله، كلنا كتمريض ودكاتره وكلنا بنتعرض لمواقف زي دي وبنقف جنبهم يعني. انت كمان رفضتي ان انت تاخدي الفلوس اللي دفعتيها، وكان موقف الحقيقه تستحقي الشكر عليه، وانا نفسي بشكرك وكلنا بنشكرك عليه، والحقيقه بندعو الناس كلها كمان ان هي تساعد بعض وان هم يقفوا جنب بعض، لان احنا محتاجين ده جدا دلوقتي. وطبعا بنشكرك شكرا جزيلا ان انت كنتي معانا استاذه امل حسن.